شنو قصتك ويا أبو طبر السفاح المشهور؟ أنا ما أعرف، عرفته من خلال التلفزيون، قالوا أكو سفاح اسمه أبو طبر يقتل وما أدري شنو. كنت صغيرة يمكن 14 سنة. صغيرة إي استوني داخلة فرقة الإنشاد العراقية. فديوم من لزموه جابوه للإذاعة والتلفزيون، طلعنا كليتنا الفنانين والموسيقيين والممثلين بالحديقة دا نشوفه. قالوا لكم أبو طبر دا نشوفه أبو طبر، قالوا دا يسوي لقاء يمكن. إي دا يسوي له لقاء قبل الإعدام، قبل ما يعدموه. هو عدموه مو؟ أعتقد إيه. أعتقد عدموه. ففضول مني ردت أشوفه شلون شكله هذا السفاح اللي يقتل وبالطبر. أباوع شفته دا يمشي وياه، دا يمشون يعني اللي محاوطي اللي محاوطي إي ودا يمشي بس خليل كلبشات بيده. دا يمشي رجل طويل، أنا شفت شكله رجل طويل وشوارب وشخصية ولا كان خايف. دا يمشي بكل ثقة بطوله، دا يمشي بكل ثقة. يعني أنا أشوف اللي يلزموه مثل مجرم سارق يكون هيك من يلزموه مسوي هيك ومدنج لا بكل ثقة. قلت لهم أنتم متأكدين هذا أبو طبر؟ شو هذا دا يمشي بثقة وكأنه كل شيء ما مسوي وهو يدري جايين دا يحققون وياه وجايين دا يطلعوه بالتلفزيون حتى الناس تشوفه وتشوف مصايبه وقاتل على اساسه هواية قاتل. وأنا احنا بالبيت ونقاف شلون كنتوا تاخذون حيطتكم بهاي الفترة؟ كان العراق عايش برعب يعني بغداد خصوصا. او عايشنا برعب فعلا، ما كنا على السطح يقولون لا كنا بالسطح ننام، قمنا من ننام بالسطح ونسد الباب وجبنا باب اخرى ثانية، باب ثانية يعني بابنا وباب ثانية هم خليناها حتى لا تخاف احد يريد يجي، لا وباب حديد شلون راح يفتحها هاي الباب. فخفنا كلش خفنا. فاني حبيت اشوفه هذا شنو هذا اللي شفته طويل وجنتل هيك طويل كلش ويمشي بثقه بكل ثقه دا يمشي. قلت لهم شنو هذا؟ هاي وين مودي للعرس؟ يعني لو افترض اعدام مودي للاعدام للتحقيق يعني ما يكون ودا يمشي بكل ثقه. عجبتي بيه انت بعد. انا ما احب الرجال يخاف خاله، انا احب الرجل ما يخاف بس.